مشاهدينا الكرام احييكم مره اخرى، ووصلنا الان لفقرتنا الاخباريه اللي هنناقش فيها اهم الاخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعه من الصحف والمواقع الالكترونيه. يسعدني ان يكون معايا النهارده الكاتب الصحفي الاستاذ عادل السنهوري، رئيس تحرير التنفيذي لليوم السبع. استاذ عادل منور. صباح الخير. صباح الخير رشا، وصباح الخير على كل المشاهدين. صباح الفل. صباح الفل. خلينا نبتدي جولتنا باخبار رئاسه الجمهوريه، حيث استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحاديه السيده ميتا فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد جلسة مباحثات منفردة تلتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين. تناول اللقاء أبرز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين مصر والدنمارك، خاصة ما يتعلق بتعظيم الاستثمارات الدنماركية في مصر في عدد من القطاعات الحيوية كالنقل والشحن البحريين والطاقة المتجددة والنظيفة، حيث أكد السيد الرئيس عزم مصر على تقديم التسهيلات الممكنة لتعزيز وتطوير استثمارات شركات الشحن البحري الدنماركية العملاقة في مصر، بما في ذلك لإنشاء محور إقليمي لإنتاج الوقود الأخضر للسفن. كما أعربت رئيسة الوزراء الدنماركية عن التقدير لدور مصر في العمل المناخي الدولي، وتم التوافق على استمرار التنسيق المشترك لمتابعة نتائج القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ كوب 27. أستاذ عادل، خليني أقول أنه هذا اللقاء لقاء مهم، لأنه ليس فقط لقاء تطرق لشؤون اقتصادية زي ما احنا قرينا، لكن أيضا تطرق لعلاقات أو لقضايا سياسية أو قضايا حيوية بالنسبة لنا مصر. كيف قرأت هذا اللقاء؟ يعني خلينا نقول الدنمارك الأول دي دولة من أغنى الدول الأوروبية، دولة تحديدا تتميز أنه لديها أكبر شركات شحن في العالم، يعني طبعا شركة ميرسك معروفة، دي أكبر شركة شحن في العالم، ولديها استثمارات في مصر. فبالتالي أعتقد أنه هناك اهتمام على المستوى الاقتصادي من الدنمارك أنه تكون لها تواجد في مصر من خلال بعض المجالات تتميز فيها زي قطاع الشحن. دي أول زيارة أولا لرئيسة وزراء الدنمارك لمصر. هي تولت منصب رئيس الوزراء في 2019 كزعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهي عضو في البرلمان. فدي أول زيارة لها لمصر، فده يدي مؤشر لأهمية هذه الزيارة وأهمية مصر بالنسبة للدنمارك. الدنمارك عضو في الاتحاد الأوروبي، وعضو قصد أيضا مع مصر أيضا في الاتحاد من أجل المتوسط. دولة غنية جدا، عدد سكان كريم على 6 مليون، ناتج محلي 425 مليار دولار، في حاجة ضخمة جدا. فبالتالي مهم جدا ان احنا نستفيد من خبرات الدنمارك في مجالات عديدة جدا، مش بس في الشحن، في مجالات الصحة، في المياه، في الغذاء، في البيئة النظيفة والبيئة الخضراء. واعتقد انه الزيارة واللقاء مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اشار الى ده، مسألة تطوير العلاقات وحتى على المستوى الاقتصادي. وزي ما السفير الدنمارك قال امبارح انه استثماراتنا حاليا في الثلاث سنوات الاخيره تقترب بالمليار دولار. استثمارات شركه ميرسك بس لوحدها في مصر في قناه السويس او في الموانئ المصريه تقترب من 850 مليون دولار. عشان كده ده يديك مؤشر ان ليه الدنمارك عندها سفاره في القاهره وقنصليتين في السويس وبورسعيد. فاحنا بنتكلم على علاقات متطوره يجب الاستفاده منها، وفي دوله بالفعل مهمه جدا بالنسبه لمصر في ظل التطوير اللي بيحصل في مصر في ظل الجمهوريه الجديده، تطوير الموانئ المصريه، التطوير الشاب اللي احنا شايفينه. فلابد ان احنا نستفيد من الخبرات الدنماركية. فتعرف انها يعني دولة بحرية، يعني نعم، بتطل على المياه المحيط بشكل كبير يعني. فبالتالي عندها خبرة كبيرة جدا ولها تواجد في دول العالم من خلال خبرتها في مجال الصحة. العلاقات برضو لا، انا عايزة اقف قبل العلاقات، لانه في الحوار
أو في التقرير المستشار أحمد فهمي قال أنه إنشاء محور إقليمي لإنتاج الوقود الأخضر للسفن. أنا مش بطور بس، أنا بطور بالمنهج الجديد. بالتأكيد. يعني هي دي النقطة، المنهج الجديد اللي دلوقتي احنا بنتكلم على الوقود الأخضر، مش بس بقى لإنتاج الكهرباء ولا لا، ده كمان بقى للسفن. بالتأكيد. عشان كده بقول لك أنت لو هتربطيها، دي دولة متطورة جدا. نعم. يعني في مجالات كثيرة جدا حتى سبقونا وسوى العالم كمان في استخدام الطاقة النظيفة والتعامل مع البيئة الخضراء. عشان كده هم لديهم اهتمام كبير جدا بالقمة اللي حصلت في مصر في شرم الشيخ. نعم. قمة كاب. فبالتالي انا اعتقد دي هنستفيد من خبراتهم، لانه كمان شركات الشحن بتاعتها هي الشركات الاكبر في العالم. فبالتالي هم مهتمين بهذا القطاع لاستخدام الوقود النظيف ايضا. يعني شوفي دي مرحله كمان ارقى من المراحل اللي هنتكلم عنها في استخدام الطاقه النظيفه او الطاقه البديله. فانا اعتقد انه خبرات كبيره جدا علينا ان احنا نستفيد منها، واعتقد انه في اهتمام من مصر والقياده السياسيه بتطوير هذه العلاقات، وخاصه في مجالات الشحن ومجالات الصحه والمياه والزراعه ايضا. نعم. بالنسبه للدنمارك. طيب انتقل بعد ذلك الى اخبار مجلس الوزراء، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا امس مع المستشار عمر مروان وزير العدل لمتابعه معدلات تنفيذ قرارات اللجنه الوزاريه لفض منازعات الاستثمار. واكد رئيس الوزراء ان الحكومه تبذل جهودا كبيره في الفتره الحاليه لحل مشكلات المستثمرين والتوصل الى تسويات عادله ومنصفه لكل منازعات الاستثمار التي تعرض على اللجنة الوزارية، ومن ثم فمن الضروري على كافة الجهات المعنية أن تقوم دون إبطاء بالتنفيذ الفوري لما يصدر عن اللجنة من قرارات، خاصة أن تلك القرارات يتم إقرارها أيضا من مجلس الوزراء. يعني أنا شايف أن الموضوع ده في غاية الأهمية. طبعا. لو احنا بنتكلم على استثمار، بنتكلم على جذب استثمارات، لما الاقي هذا الاجتماع ومردود هذا الاجتماع على اوضاع المستثمرين وطمانه المستثمر، يعني ما في دي نقطه، لانه احنا كان عندنا مشكله ما بعد 2011. صحيح. وهذه المشكله كلنا كنا عارفينها، والقضايا والمستثمرين، وكانت هناك مرحله من المراحل كان فيها عدم ثقه بعض الشيء. لكن بعد هذا الاجتماع، وخصوصا لما يتقال فيه التنفيذ الفوري لما يصدر عن اللجنة من قرارات، خاصة أن تلك القرارات يتم إقرارها أيضا من مجلس الوزراء. طيب. يعني دي نقطة في غاية الأهمية. خلينا نقول أنه بالفعل قضية الاستثمار وقضية تسوية ونزعات المستثمرين دي قضية مهمة جدا. أنت على المستوى الأعلى بتشكيل مجلس أعلى الاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعدلي في قانون الاستثمار للتعديلات اللي حصلت 2015، ثم بتشكلي لجنه برضه على المستوى الاعلى برئاسه رئيس مجلس الوزراء. اللجنه دي اتشكلت في 2015 ايام المهندس ابراهيم محلق، وفيها عضويتها كل الوزراء المعنيين بالاضافه للهيئه المستشاري مجلس الوزراء. فبالتالي انت على المستوى الاعلى عملتي كل شيء، مع تطوير استخدام التكنولوجيا في تسهيل استخراج الاوراق وتاسيس الشركات الى اخره، يعني على المستوى الاعلى. هي المشكله في المستويات الاقل، يعني فكره في تنفيذ بقى هذه القرارات على ارض الواقع. خلينا نعترف انه في بالتاكيد في مشاكل، والمشاكل لازم تواجه. انت في مرحله مساله جذب الاستثمارات، انت داخله في مرحله في عندك يعني مجالات عديده جدا محتاجه فيها استثمارات اجنبيه او عربيه. فبالتالي المستثمر مش هيجي الا لما له يعني شروط، مش شروط، لازم يكون هناك اوضاع معينه، مناخ وتشريعات. نعم. مناسبه لهذا الاستثمار. انت عملت قانون الاستثمار، ده شيء رائع جدا. مساله التسهيل في سرعه انشاء الشركات ما بين 3 ايام الى 15 يوم الاقصى اشار، كل ده جميل جدا. لازم يطمن المستثمر. طب في حاله النزاع لا قدر الله، وده وارد في كل الدول، لازم تكون هناك اليه ان هو تحفظ لهذا المستثمر حقوقه، واليه واضحه، واليه واجبه التنفيذ. فبالتالي انا اعتقد انه مهم جدا الاجتماع بتاع امبارح
وهو مفروض الاجتماع ده بيعقد بشكل دولي كل 15 يوم. ان انا لا اراجع الحمد لله دلوقتي العدد القضايا مش كتير بالمناسبه، يعني ما احنا كنا بنتكلم الاول على 400 قضيه 500 قضيه، دلوقتي اتكلمي في قضايا بسيطه يعني ما تتجاوزش ال 20 قضيه او ال 25 قضيه او مشكله يعني وشكوى. فبالتالي ده مهم جدا ان تكون هناك قرارات نافذه ورادعه لكل من يتخاذل عن تنفيذ القرارات، ما دام انه اللجنه دي المنوط بها او الهيئه المستشاره مجلس الوزراء المنوط بها متابعه اصدار القرارات ولها سلطه لتنفيذ القرارات على الجهات الاداريه بقى كلها سواء في المحافظات او في اي مكان، فضروري متابعه هذه القرارات. واللي ما ينفذش حتى لازم يكون هناك عقوبات رادعه عشان هذه البيروقراطيه الصغيره. يعني على المستوى الاعلى انت بتعملي بتهيئ المناخ والتشريعات بكل شيء، بتسهلي المجال امان المستثمرين. انت في حاجه بالفعل الى حجم كبير جدا في الاستثمارات، مشاريع ضخمه جدا زي مشروع منطقه قناه السويس والعاصمه الاداريه والى اخره، وفي مجال الزراعه وفي مجال الصناعه محتاجه يعني رقم كبير من الاستثمارات. فانت لازم تهيئ المناخ بكل بقى اطرافه وبكل ادواته بما فيها الاليه دي. طيب لأن أنا كان يعني استاذ عادل انا عايز اقف عند نقطه دايما بفكر فيها، احنا حاطين ايدينا على المشكله دلوقتي اللي هي البيروقراطيه الصغيره خليني اقول، وفي المجال ده وفي المجال ده وفي المجال ده. طيب انا ليه ما بكونش رادعه مع من يعني يعمل بهذه البيروقراطيه البطيئه؟ ليه ما بكونش رادعه؟ بالظبط يعني انا يعني انا عندي في الهيئه المعينه او في المكان المعين موظف ما بيعطل الدنيا او عدد من الموظفين بيعطلوا الدنيا، تعالى يا ابني لو انت مش هتشتغل بالمنهج ده اتفضل مع السلامه. يعني اتفضل مع السلامه. ربما العدم استيعاب، ما انت برضه خلي بال حضرتك احنا استخدمنا التكنولوجيا، لكن احيانا القائم على تنفيذ هذه التكنولوجيا ممكن مش مستوعب هو ازاي يتعامل معاه وازاي يستخدمها، ومش يستوعب ان هي معموله ليه اصلا، ايه الهدف منها. فهي دي محتاجه برضو تاهيل من القائم على تنفيذ القرارات. انا ممكن اقول لك الحل ان احنا يعني اتمتت او يعني استخدام التكنولوجيا بشكل موسع، لكن انت عندك جهاز حكومي عليك تتعامل معاه، يعني في موظفين ولا اخره. فبالتالي الى حين يعني ان شاء الله نبقى نتحول الى الرقمنه بشكل كبير جدا، يجب التاهيل هؤلاء وخاصة في المحافظات والجهات الإدارية البعيدة عن القاهرة، تأهيل هؤلاء لاستيعاب إنه ده شيء مهم جدا، إن أنت بتأدي عمل مهم جدا مش بتعرقل أي تنفيذ أي قرارات، لأنه بيضيع على مصر فرص كتيرة جدا، لأن أنت لو ملقاش هنا المستثمر في ساعتها في ثانية هتلاقيه في حتة تانية خالص. أسواق كتيرة مفتوحة يعني. اتفضل حتى في أفريقيا، مش عايز أقول لك في الدول العربية، حتى في أفريقيا، أقول له اتفضل اللي أنت عاوزه. وياخدوه على كفوف الراحة زي ما بقول. فبالتالي أنا اللي محتاج يعني الدولة اللي مش محتاجة ماشي، إنما أنا محتاج وبشدة للاستثمار الخارجي، لأنه ده إحدى العناصر العملة الصعبة والدخل القومي المصري. فبالتالي أنا أعتقد الاجتماع امبارح يجب التشديد على تنفيذ على هذه القرارات اتخذها اللجنة، للجنة من ضمن تشكيلها بنود تشكيلها إن هي المنوط على تنفيذ هذه القرارات ومتابعة تنفيذ هذه القرارات مع الجهات الإدارية للدولة. وخاصة عضوطة يعني تقريبا تلت رئيس الوزراء والمستشار عمر مروان طبعا وزير يعني. الاسكان وكل كله وزير الصناعه والتجاره وزير التنميه المحليه، يعني ربع الحكومه موجوده فيها. طب ايه بقى اللي يمنع من تنفيذ هذه القرارات؟ ليه يعني اجي لغايه مرحله ان المستثمر يروح يشتكي سواء مستثمر محلي او مستثمر عربي او اجنبي، يعني ليه اوصله ان هو يروح يشتكي عشان فضي منازعاته وعطله وادي له انطباع سيء على الوضع الاستثمار في مصر. فده محتاجه بالفعل يكون هناك ردع ويكون هناك يعني جديه في اليه تنفيذ اي قرارات في المنازعات. طيب اروح لخبر اخر، حيث استقبل وزير الخارجيه سامح شكري مبعوث الامم المتحده الخاص الى سوريا جير بيدرسون بمقر وزاره الخارجيه، واكد السفير احمد ابو زيد على وجود تنسيق مصري اممي مستمر من اجل الدفع بالحل السياسي في سوريا ورفع المعاناه عن الشعب السوري الشقيق. اكد شكري على اهميه احياء العمليه السياسيه في اطار حرص مصر على تسويه الازمه السوريه في اسرع وقت وبما يتوافق مع القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2200
54، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة ووحدة الدولة السورية وإنهاء كافة صور الإرهاب والتدخل الأجنبي بها ووضع حد لمعاناة الشعب السوري الشقيق. يعني يمكن القضية السورية أو الشأن السوري تحرك بعض الشيء بعد الزلزال الضخم، وبدأت الدول العربية يعني تستوعب أنه أهمية تحريك هذه القضية وعودة سوريا مرة أخرى إلى الحضن العربي. لكن مع كل هذا سوريا لسه المشاكل جواها ما خلصتش. بالتأكيد. يعني احنا بنتكلم على الإرهاب موجود، تدخل أجنبي موجود، بتتكلم على 6 جيوش، يعني بتتكلم على حاجات كتيرة قوي موجودة جوه. طيب يعني سيد جير بيترسون اللي هو المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ابتدى الجولة بقى وابتدى يتكلم، إزاي نقدر نستثمر هذا الحراك اللي حدث الفترة الماضية ولا تموت القضية مرة أخرى؟ يعني شوفي، أولا زيارة مهمة جدا بالنسبة لمصر، إن مصر أصبحت من الأطراف الفاعلة في الملف السوري، وأنا أعتقد إن الموقف المصري كان واضح من 2014 لما الرئيس عبد الفتاح السيسي خطب في الأمم المتحدة ودعا إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الوطنية. صحيح. ده كان تصريح مهم جدا، إنه ده كان مؤشر لموقف مصر من القضية في سوريا، أنه ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية، لأنه ما حدث من بعد 2011 ما يسمى به الربيع العربي كان الهدف منه القضاء على الدولة الوطنية في الدول العربية القديمة زي ما بيقولوا، يعني سواء العراق أو سوريا أو اليمن، ثم كان مفروض مصر نقدر وتونس الله. وتونس وهو الأخر. فكان ده مهم جدا في موقف مصر. موقف مصر تطور بشكل كبير جدا في الموقف من 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 سوريا. انت عندك اشقاء سوريين عايشين معاك هنا، ك يعني كعيشه المصريين، يعني ما في مش لاجئين. الحاجه الثانيه، موقفك السابق من القضيه السوريه ان لابد من الحل السياسي. اعتقد بعد الزلزال او ما يسمى بدبلوماسيه الزلازل، اعتقد انه في تطور في العلاقات والاتصالات والاتصال الاجرار الرئيس السيسي مع الرئيس بشار، فبالتالي مصر اصبحت طرف فاعل في القضيه السوريه. ومن هنا جاءت زياره المبعوث الاممي للشان السوري الى مصر لاستطلاع الراي وحشد مواقف الاطراف الفاعله في سوريا، لانه التقى في السعوديه بوزير خارجيه وفي تركيا وروسيا ايضا. ومجلس الامن كان في يناير اللي فات عقد اجتماع بشان مسألة الحل السياسي في سوريا. هو لابد في النهاية من الحل السياسي، لكن هل هو وقع وأوشك قريبا على في سوريا؟ أعتقد المسألة لسه بعيدة جدا. الكلمة على واقع مأزوم شديد التعقيد في الداخل السوري، تلت الأرض السورية محتلية، 6 جيوش، تنظيمات إرهابية، حاجات كتيرة جدا لسه هناك، مفيش اتفاقات ما بين المعارضة وبين الحكومة. فبالتالي كان الأمم المتحدة دلوقتي ما تسعى إليه التمهيد لأرضية للوصول إلى ما يسمى بالحل السياسي والحوار المباشر. أولا يعني لابد أولا من موضوع المساعدات. تتكلمي على 70% من الشعب السوري دلوقتي وزراشة محتاجين مساعدات. أكبر عملية نسح في التاريخ حصلت لشعب هو الشعب السوري، 10 مليون تقريبا نازع او اكتر في مختلف دول العالم، فدي اكبر عمليه نسح حصلت لشعب. فبالتالي انت لازم الاول اليه المساعدات ديت لازم تستمر، فكره تخفيف التوتر، تخفيف التوترات والتصعيد، التصعيد على الارض السوريه من التنظيمات الموجوده او من الجيوش الموجوده سواء اسرائيل او تركيا. الحاجه اللي بعد كده فكره لازم قوة الثقه، يعني موضوع تدعيم الثقه ما بين الاطراف، يكون هناك ثقه ان هناك في هيكون هناك حل في الاخر في نهايه المطاف يعني. فهو ده الموضوع بالنسبه للازمه السوريه، لكن التطورات الاخيره تؤشر لذلك. يعني اعتقد الازمه الانسانيه الاخيره تعرضت لها سوريا او تركيا يعني كان فيها بعض بوادر الانفراج، يعني والحديث التركي عن مساله استعداد التفاضل المباشر مع الرئيس بشار الاسد، فهي المساله لازم يكون هناك اراده حتى من الدول المتداخله سواء روسيا او الولايات المتحده الامريكيه او تركيا او حتى اسرائيل، انه لازم يكون هناك تفاهم لما حدث في الارض السوريه، ومساله انه يعني استعداد جدي ليه
اجراء او لاستعاده مره اخرى، عوده مره اخرى للحوار السياسي اللي كان جرت منه جولات عديده في جنيف ما بين اطراف المعارضه اطراف ما يسمى بهيئه التشكيل الدستوري. لكن خليني اقول لك قبل ما نسيب الخبر ده استاذ عادل، يعني يمكن لما بشوف انه ما بعد الزلزال الضخم وبدأت ما بين تركيا وسوريا، وبعدين بنشوف دلوقتي الاتفاق ما بين السعودية وإيران، وإحنا عارفين إيران موجودة إزاي على الأرض في سوريا، ممكن الأطراف تبتدي تتحرك بعض الشيء، يعني خلينا نقول نتحرك بعض الشيء. ما يحدث في المنطقة الآن أنا أعتقد شيء جيد واجب البناء عليه، ومصر سمنت التحرك السعودي نعم. من إيران. ده بيان الخارجية وبيان رئاسة الجمهورية الاثنين. بالظبط. أنا أعتقد إنه ده مهم جدا. لانه ما يحدث الان في المنطقة في العالم يدفع المنطقه الى ضروره اتخاذ موقف باي شكل من الاشكال، يعني يجب ان يكون موقف بعيدا عن حاله التجاذب السياسي سواء ما بين الولايات المتحده الامريكيه او ما بين روسيا في الازمه الحاليه، ويعني تشكيل موقف يتماشى مع المصالح السياسية والاستراتيجية على واقع الأرض في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية. لم يكن هناك مفاجئ مسألة عودة العلاقات، لأنه كان هناك حوار سابق قبل كده ما بين السعودية وإيران، وأن هناك علاقات ما بين دول الخليج بعض دول الخليج وبين إيران، علاقات تجارية وعلاقات سياسية. فأعتقد ده مهم جدا، لأنه ممكن يكون عامل فاعل، لأن إيران طرف فاعل شيء ما بينها، إيران طرف فاعل في بعض قضايا المنطقة منها سواء في سوريا أو حتى في العراق أو حتى في اليمن. فبالتالي مهم جدا أن يكون هناك حوار لحلحلة بعض الأزمات في المنطقة من خلال التقارب، لأن ده بالفعل أعتقد هيدخل منطقة في منطقة في منطقة تانية خالص، في سكة تانية خالص، بعيدا بقى عن إشعال الحروب المذهبية، بعيدا عن حالة الاستقطاب السياسي مع أو ضد، بعيدا عن لغة الحرب اللي كانت دايرة كل شوية لضرب إيران. فكل ذلك أنا أعتقد أنه هيعيد التفكير في أمور كثيرة جدا، منها الأزمة السورية ومنها سوريا طبعا بشكل كبير جدا، أنه أصبح الجو مهيئ أنها تعود مرة أخرى لمقعدها في جامعة الدول العربية، أن الدول العربية أن الملف يرجع تاني للجامعة العربية بعد أصبح أنه كان الملف السوري يمكن نتفاجئ في قمة القمة العربية القادمة في الرياض أنها تبقى موجودة، يعني مسألة أصبحت خلاص كل الدول العربية اللي كان لها موقف من سوريا كلها أعتقد أصبح دلوقتي شايفة أنه لابد من عودة سوريا، لابد من عودة الملف السوري مرة أخرى إلى الجامعة العربية، أن الدول العربية تكون فاعلة في هذا الملف. ربما أنه ده كمان يساعد في يعني فتح الانسداد في الأفق السياسي للحل السياسي لسوريا حاليا. طب عندي خبر آخر، هذا الخبر نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد برلماني من لجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان وعدد من الأعضاء بمجلس النواب للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتعرف على آلية العمل بالشبكة ودورها في دعم قدرات الدولة وتعظيم إمكانياتها بما يواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية بكل المجالات. يمكن ناس كتيرة ما تعرفش ما هي الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. لا مبدئيا احنا يعني انا بعتبر ده يعني عايز الاعلام برضه معلش يحتاج يعني يكون دور الاعلام لحاجات زي كده، ده انجاز مهم جدا. والرئيس لو تفتكري لما راح دشن صحيح افتتح الشبكة في اظن اكتوبر نهاية اكتوبر اللي فات 2022 كان فعلا احنا حاسين انه في حاجه مهمه جدا، انجاز انا بعتبره انجاز مهم جدا وانجاز تاريخي للدوله المصريه، واخد بالك انه يكون هناك مركز موحد لكل مراكز الطوارئ والازمات والكوارث، حتى ان هناك غرف عمليات في كل المحافظات تقريبا او في الغالبيه العظمى من المحافظات مربوطة بمركز واحد لسرعة الاستجابة. على فكرة بالصوت وبالصورة يعني سرعة الاستجابة بكافة الوسائل نعم. من خلال انه هو دلوقتي انا عندي المركز موجود اعتقد انه كان الرئيس قال انه في خلال 4 شهور كان مرحلة اولى محافظات
هيطبق على محافظات القنال والأقصر، ثم في خلال 4 شهور يكون تم تعميمه على معظم المحافظات، على 19 أو 20 محافظة، يعني بتتكلمي على 3 من 4، يعني 24 محافظة تقريبا، يعني تقريبا كل مصر، من خلال مركز موحد وغرف عمليات في كل محافظات مربوطة بالمركز. فبالتالي ومن خلال رقم واحد انت حضرتك تتصل بيه في اي حصل، لا قدر لا اي طوارئ اي شيء، هيكون بالرقم 112 يكون واصل على طول للمركز. المركز طبعا ده بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالأزمات والطوارئ، زي الصحة، زي الحماية المدنية، زي النجدة، كل ما له علاقة في التعامل مع أي أحداث أو أزمات أو كوارث على الأرض من خلال المركز. فبالتالي أنا أعتقد ده مهم جدا، وأعتقد أنه من النظم القليلة جدا في الشرق الأوسط أن يكون في دولة الآن تستطيع من السلوم للعريش انها تعرف في التو واللحظه ماذا يحدث في هذه المناطق من خلال هذا النظام التكنولوجي اللي داخله على جمهوريه جديده. فبالتالي دي مرحله مهمه جدا في التحول السريع جدا الى الرقمنه والاستخدام التكنولوجيا الحديثه من خلال مثل هذا، واعتقد انه المواطن يحس بيها بشكل كبير جدا في سرعه الاستجابه اكتر من دلوقتي كمان. يعني مساله خلاص انت اللي مش هينفذ مكشوف للمركز الموحد الموجود اللي هو زاروه امبارح اعضاء مجلس الشعب. فاعتقد انه كانت الزياره للاطلاع على انه خلاص انه المركز اصبح دلوقتي تم اكتمال نشاطه في كافه محافظات مصر، وده شيء مهم جدا ويجب التصديق عليه بشكل اكبر. الكاتب الصحفي الاستاذ عادل السنهوري، الرئيس التحرير التنفيذي ليوم السبعة، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا. شكرا جدا رشاد. مشاهدينا الكرام، بكده بتكون انتهت جولتنا في صحافه النهارده. دلوقتي هسيب حضراتكم مع تقرير عن انطلاق فعاليات معرض الزهور الدائم والسلع الغذائيه ومستلزمات الانتاج والزراعه الذكيه.